سلام، هل تعرف أن الأحداث الجارية في اليمن الآن هي قد حدثت في سنة 920 هجرية؟ كانت الدولة الطاهرية أول من واجه الاحتلال الخارجي، حيث جاء البرتغاليون ب18 مركب إلى سواحل عدن. استنجد والي عدن مرجان الظافري بسلطانه في الشمال الظافر عامر بن طاهر، والذي كان يحكم اليمن حينها، فأمده بالقوة. بعد دخول البرتغاليون فوجوا بمقاومة أهل عدن واستبسال، فهربوا إلى باب المندب، ومنه إلى المخا، ومنه إلى الحديدة، واستقروا في جزيرة كمران بعد أن قتلوا من كان فيها. استنجد سلطان الدولة الطاهرية بالمماليك بحكم العلاقة الطيبة اللي كانت بينهم. وبعد خروج البرتغاليين وعودتهم إلى الهند، بدأت أطماع المماليك في السيطرة على اليمن. لكن سلطان الدولة الطاهرية تفطن إلى هذه الأطماع وبدأ بقطع المونة عليهم. ساعتها المماليك اتخذوا من قطع المونة عليهم سببًا بالاستيلاء على مدينة عدن. ثم تطورت الأمور ليحاصر حسين الكردي أمير الجيش المملوكي مدينة زبيد، وحصلت مواجهة بين جيش المماليك وجيش السلطان الشرعي، وانتهت الأمور بانسحاب جيش الدولة، بحيث أن المماليك كانوا يملكون الفنادق، وهذاك الوقت ما كانتش الفنادق معروفة في اليمن. وبعد دخول الجيش المملوكي إلى مدينة زبيد، عاثوا فيها الفساد كما سطرت كتب التاريخ، فسفكت الدماء وانتهكت الحرمات، ولم تسلم منه لا النساء ولا الشيوخ ولا العلماء ولا التجار ولا الأطفال حتى، كما يحصل الآن في عدن. استغاث أهل زبيد بالسلطان عامر، ولم يقف مكتوف الأيدي، وخرج لمواجهة الجيش المملوكي الذي جاء لنصرة الشرعية اللي هي كانت مثلة في الدولة الطاهرية، كما يحدث الآن تماما. ولكن قوة السلطان انكسرت وتراجع إلى تعز. هل يكتفي جيش المماليك بهذا؟ لا، بل تقدموا نحو تعز ودخلوها وفعلوا فيها أشد ما فعلوا في زبيد. لم يكتفي جيش المماليك الذي أتى لنصرة الشرعية وذهب باتجاه جبن، ولكن باستبسال الأهالي كسر الجيش المملوكي. فرح السلطان الحميري بهذا الانتصار واستجمع قوته ولحق بالجيش المملوكي إلى صنعاء. ولكن الجيش المملوكي علم بتحرك السلطان فبغته في نصف الطريق وقتل هناك. أحداث تتكرر، ولا يوجد أي احتلال يريد خيرا للبلاد التي يحتلها، فالإمارات وباء ولا بد من انتشال هذا الوباء. السلام عليكم.